السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بفلوق الثاني يا عيال، وكان الفلوق أول كويس ومشاهدات كويسة، بس ليش طولت؟ ما نزلت فيديو قريب أسبوع ما، لأن السبب الكاميرا صار فيها عطل، مش عارف الممري مش عارف كاميرا ما باش خش على الكاميرا ما بيش يصور، بس شفنا مشكلته وبعد طلعت سهلة. الفيديو الثاني ان شاء الله كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي راح، اللي ما شاف الفيديو راح يشوفه في الوصف. اوكي، هو حنطلع وراح نغير بس وان شاء الله تابع ما اطلع. سلام باي. طبعا اخويا تو نزل لعب بنزينة، شوفوا الدنيا كيف طافية، يعني مدينة طافية. شركة كهرباء، شوف الناس، شوف مدينة، والله شوف بنزينة، شوفوا الزحمة. ما في زحمة الحين بس اوكي، ان شاء الله نشوف لقمة ثانية. سلام. وهذه نهاية الفلوق يا عيال، بس ان شاء الله في تقدم اخرى وفلوقات ثانية ثالثة، فلوق العاشر ان شاء الله حيكون في تقدم. وبس يا عيال، لا تنسى لايك، لا تنسى لايك، اشتراك، كومنت، بس تابعوني على السناب، تابعوني على الانستغرام، وسلام، تابعونا، سلام.